إن الاهتمام بالبيئة قد أمرنا به في الكتاب والسنة، وقد نفذناه في تاريخنا، ونحن موافقون الآن على كل ما يحمي البيئة من تلوث أو يحميها من تدمير أو يؤدي إلى تعمير أو يؤدي إلى توازن طبيعي كما خلقه الله سبحانه وتعالى، أو يؤدي إلى منفعة الإنسان وأن يعيش أكثر استقرارا. نريد أن نقضي على التلوث السمعي، لأن الله سبحانه وتعالى حتى عندما أمرنا بالدعاء أمرنا أن يكون بين الخفوت وبين العلو، وألا نرفع أصواتنا بالدعاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم فأربعوا على أنفسكم. انظر الكلام الذي يمنع من التلوث السمعي، التلوث البيئي، التلوث البصري، كل ذلك له أدلة وله كلام طويل وله أسس، ولكن الأسس التي نريد أن نؤكد عليها أننا كإنسان نرى أنه سيد في الكون وليس سيدا للكون، ونرى أن الكون له حقوق تسمى بحقوق الأكوان، وهي تفوق حقوق الإنسان، بمعنى أنها تشتمل على حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق النبات وحقوق الجماد. ونرى أن العلاقة بيننا وبين الكون مبنية على الرحمة، وأن الرحمة متى وجدت فهو طريق الجنة، وأن العنف إذا وجد فهو طريق النار. يا عائشة: إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولو تأملنا حديث الرجل الذي سقى الكلب فدخل به الجنة لوجدنا أن الرجل يمثل الإنسان والكلب يمثل الأكوان، وأن العلاقة لما كانت علاقة رحمة كان هذا من طريق الجنة. وإذا رأينا أن دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أن هذه المرأة تمثل الإنسان والقطة هذه تمثل الأكوان، وأن العلاقة لما كانت علاقة العنف كان هذا طريق النار. هذه هي وجهة نظر المسلمين، وهذا هو مبدأهم ومنطلقهم. لا يأتون بخطة رشد إلا قبلناها منهم، ما دامت تعمر ولا تدمر، تفيد وتستفيد، ما دامت تحافظ على التوازن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الأكوان، ما دامت بهذه الطريقة قدمت الإنسان على البنيان.